تخيل معي ان حسابك بالانستغرام فيها اكثر من 1,000,000 متابع. فكرت بيوم من الايام انك تلعب تحدي معي، ولو فزت عليك انا بالتحدي راح اختار لك اي صورة تجي ببالي، وانت راح تحطها صورة البروفايل حقك على حسابك بالانستغرام لمدة 3 ايام. كات. اقول والله الفكرة مو بطالة. ياب ياب جامدة الفكرة. طيب ليه ما تسويها؟ غبي انت ولا ايش؟ هذه فكرة فيديونا لليوم. اها معليش. اوكي يلا يلا كمل. صاير ما تركز انت الفترة الاخيرة. اليوم خلينا نرجع للمقدمة. هذا عقاب حلقتنا الثانية من سلسلة توبز ميمز لليوم، وللامانة ما عندي اي استعداد اني اخسر. خلونا نبدا. اخباركم ان شاء الله كلكم خير وانتم تشوفون هذا الفيديو. ايه يا جماعه الخير، رجعنا لكم اليوم بالحلقه الثانيه من سلسله ميمز توبز. لحظه انا ليش خانق نفسي؟ رجعنا لكم اليوم بالحلقه رقم 2 من سلسله ميمز توبز. في البدايه بس بقول لكم شكرا على الدعم على الحلقه الاولى من هذه السلسله. باقل من اسبوع جبنا اكثر من 2,000,000 مشاهده، وعلشان كذا قررت انزل لكم اليوم حلقه جديده مع ضيف جديد. بس قبل ما نبدا، لو كنت تشوف هذا الفيديو ومو مشترك بالقناه اشترك، ترى والله ببلاش الاشتراك، واضغط زر لايك اذا السلسله هذه معجبتك وتبغانا نستمر فيها. ضيف حلقتنا الثانيه يا جماعه الخير من سلسله توبز ميمز من الاردن، ابيكم تحيون معاي بالاستاذ احمد ابو الرب، او زي ما يسمي نفسه ملك جيش الهبل. شكرا شكرا. بس خلاص خلاص. هذا مين مزعله؟ مرحبا. طيب تبوزي قرر يعمل تحدي ضحك معي، فانا بعثت له 5 فيديوهات بالضحك وهو بعث لي 5 فيديوهات بالضحك، واللي بيخسر لازم يحط صورة الثاني بروفايل بيكتشر على الانستغرام لثلاث ايام. صحيح انه انا خبرتي بتحديات الضحك صفر، بينما توبز عنده سلسله 150 حلقه تحديات ضحك، بس انا مش حخسر لانه انا عندي القدره اني اتحكم بمشاعري، يعني بقدر هيك خلاص صفر ضحك. انا بس بضحك لما انا بدي اضحك. عجيب عجيب والله، عنده حركات شكلها ما يدري ان حتى احنا نقدر نسويها. خير شوف فيديوهات توبز، بعت ليهم على الواتساب. بالمناسبه توبز على الواتساب مستفز، بضل يبعت ستيكرات هو فيها جوا الستيكر، كل ستيكرات تبع توبز هو جواتها. توبز بس يا زلمه، هذول هم اعداء النجاح، هذول هم المضبطين. الواحد حتى في الواتساب يبغى يكون مميز وكرييتيف. ما شاء الله الفيديو 4K. وش الدقة؟ ما لقيت أسوأ من كذا؟ أوكي المفروض أنا ما أضحك. أوكي هذا هامستر جالس يلعب مع خويه فلينها، ما عندهم أي هموم بالدنيا. ما يضحك أبداً أبداً، ما يضحك، فيديو عادي. يا عمي انا دخت خلاص وقف. واللي قاعد يصور قاعد يضحك، امسك الصحن خلاص. اوكي كم باقي مده الفيديو؟ اوكي بيخلص، نايس. خلينا نتاكد بس ان الفيديو يخلص. يا سلام ابو عابد اليوم داخل بقوه. خلونا نشوف احمد وش كانت رده فعل على الفيديو الاول اللي ارسلت لي اياه. اوكي انا شايف ناجي القاق. اوكي هاي الضحك. في بني ادم بياكل مايونيز بالمعلقه؟ انت بتفكر حالك بني ادم؟ ساعات اجلس لحالي اقعد فيها افكر اتذكر اشياء كثيره اقول فيها معاكم بس. لا 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 لا، ما حد ضحكني بناجي القاق. ناجي القاق انا خاتم كل فيديوهاته، ما حتقدر تضحكني بهي البساطه يا تبوزي. ميشن فايلد، ويل كام نيكست تايم. في انتظار مدفع الافطار. الله يستر، والله شكله يضحك ذا الفيديو. اوكي قاعدين ينتظرونه يأذن. شوف الثقة قربت من الكاميرا لاني ادري ما راح اضحك. متى يأذن؟ والله ما اعرف نفسي. ابو عابد ما يضحك. يا سلام يا سلام. اوكي في سيف وفي تفاحه، بدي اقطع التفاحه بالسيف. اوكي
أحسن. ما بضحك صراحة، فيديو قوي صراحة. غبي أقسم بالله. حمار والله حمار. ترى كل العالم ما يجي يلعب بالسيف إلا عند هذا المسبح البلون. الفيديو اللي بعده لن أضحك أبدا. أعزائي المشاهدين، كان شايف هذا مع رجل الأعمال ماجد عامر. بس ما أتذكر إيش كان. أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. ماجد أحمد بن محمد حسن. أضيفها عندك. بن. ماجد بن أحمد بن محمد حسن. علشان يفهمون الجماهير ان لازمي كامل. هلا حضرتك بتحكي، هلا انت بتقول. قولي انت، قولي انت قدام، انا اقولها انا عشان بن محمد حسن. اين احمد محمد حسن؟ بن محمد حسن. احمد محمد حسن، خذي بسرعه. ما بعرف اقولها. ارطشي على طشه، خذي احمد بن محمد حسن. بن محمد حسن. نعم. اوكي. اعزائي المشاهدين، كان ذلك لقاء مع رجل الاعمال ماجد عامر بن محمد حسن. يا سلام. احمد محمد حسن، خذي ارطشي. قالتها صح ابن الحلال. الحين في أوبرا تقهقهي بن محمد حسن. أحمد محمد حسن، خذي بن محمد حسن. هيك أحمد محمد حسن. أوكي خلينا تزبط معلو. أنت هي برتين بر بر بر، خذي أحمد محمد حسن. بن محمد حسن. أي نعم. أوكي بن محمد حسن. يعني هذه هلأ أنا بقولها، بترجع أنت بتوضحها أكتر. لا أوكي. بس خذي اختصري الخميعة، خذي بسرعة. أوكي بن محمد حسن. لا أحمد محمد حسن. أحمد محمد حسن. حسن. أوكي. نعم. أعزائي المشاهدين، يا رب. كان ذلك لقاء مع رجل الأعمال حلو. ماجد عامر بن محمد حسن. أحم والله ما بعرف ولا أحم 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 بن محمد حسن. والله صوم الرجال. أحم بن محمد حسن. نعم. أوكي انتهى الفيديو. كويس، توقعت اني بضحك والله. مو طبيعي والله اليوم. لحظة خلوني أشوف أي صورة أخليه يحطها بحسابه من الآن. أوكي لعبة الكفوف، تعرفوا هاي اللعبة. خير شوف. مدري لوش إني تاكسي نبي نأخذه. وتني ليش؟ ليك شكل سن ود. شو هاد؟ إيش هالعفريت هاد يا زلمة؟ فيديو أبدا ما بضحك. لا 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 لا. صحيح لما تشوف حدا بنضرب كف. إشي كثير بضحك، لكن عشان ضحكني في تحدي ضحك بدك إشي أقوى من هيك يا تبوزي. Why are we still here? Just to suffer. وجهك ما هذا؟ هذا فلتر. يا الغالي فلتر. بس خرجوا خلاص ده الفيديو. هنا بجنبك بجنبك. اوكي ده الفيديو. باقي فيديو واحد بس، اذا ما ضحكت يصير كل الفيديوهات اللي هو ارسل لي اياها ما ضحكت فيها، وهذا شيء بحد ذاته يعتبر انجاز. خلونا نشوف احمد مع الفيديو الرابع حقي. R1 R1 دائره، R2 يسار يمين يسار يمين يسار يمين. الف مبروك يا عريس حبيبي. والله والله واضح انه حتغير صورتك على الانستغرام يا حبيب توبس. ضايل فيديو واحد لهلا ما ضحكت ولا مرة، لسه برضو عندي القدرة اني امسك نفسي. برأيي الله مدة دقيقة 50 ثانية. ليش يا احمد؟ ما راح تخسر شيء. اوكي بالمئتين ريال. الله بالمئتين ريال واستخدم حذف اجابتين على طول. ما راح اغامر وما راح اخسر one more advantage او فرصة ثانية من فرص المتاحة لي. راح اقول اربع حروف مرة ثالثة. سلام. ما هو عدد الحروب العالمية حتى اليوم. اسمع شوي. بالله هذه جد؟ هو معروف إن في حرب عالمية أولى وثانية. في ثالثة؟ ثالثة. حلو. سامع بالثالثة أو بالرابعة؟ واضح. حربين أعتقد مرة ثانية. حلو. أجل إجابتين سوري. إجابتين حربين. يس. تعجبني. جواب صح. اوكي انتهى الفيديو ولا باقي؟ انتهى الفيديو، انتهى الفيديو، كل مقاطع ما ضحكت عليها يا جماعة الخير. خلونا نشوف ردة فعل احمد على الفيديو الاخير سلسل اياه. السلام عليكم. سحس. اوكي اوكي السحس، خلينا نشوف السحس شو بده يعمل. السلام عليكم. نحن
يا سحس. اوكي ضحكني الفيديو الاخير اوكي، مع انه تافه هو صدمني، ما توقعت اشي لهالدرجه لهالدرجه سخيف. اوكي انا ضحكت مره واحده، وانا متاكد انه الفيديوهات اللي انا بعتها لتوبس بتضحك اكثر 100%. انا فزت التحدي لانه الفيديوهات اللي انا بعتها لتوبس قعدت ساعتين ادور عليها، متت يا اخوان انا بدور، فمستحيل اخسر تحدي. المهم خلينا هلا نشوف نتائج التحدي مع توبس. وبس بعد مشاهدة جميع الفيديوهات والتدقيق على أدق التفاصيل، تم التوصل إلى نتيجة تقول ما في فائز بحلقة هذا اليوم إلا شخص واحد، والشخص هذا هو أنا. والله سويناها يا جماعة الخير، فزنا بالتحدي. وبهذه المناسبة المميزة يا جماعة الخير، أبغاكم تختاروا لي صورة نخلي أحمد يحطها بحسابه بالإنستغرام لمدة 3 أيام. أحمد الآن عنده بالإنستغرام تقريبا 500,000 متابع، نبغى 500,000 يصيرون نص بس. نبغى عاد نشوف صوركم اللي تقترحونها على حسابي بالإنستغرام، ما أدري إذا بخليه يحط وجهي ولا بنختار صورة مع بعض بيني وبينكم نخليه يحطها. أعطوني أفكاركم تحت في الكومنتات وعلى حسابي بالخاص على الإنستغرام. توبس هلأ بعت لي نبأ إنه أنا خسرت. وات كيف كيف خسرت؟ كله بسبب السحس يا سحس، اتعلم كيف تضحك يا زلمة. شو مين بضحك زي هيك؟ توبس انت رجال تعبت على حالك، انت زلمة بتدرب من زمان في فن تحديات الضحك. الله يعطيك الصحة والعافية، الحمد لله لكل مجتهد نصيب. الآن حضطر احط صورتك، صورة من اختيارك، صورة بروفايل لانستغرام، ما بعرف شو حتختار. في وقت تنزيل هذا الفيديو لتوبس حكون انا حاطة حسابي، يا رب ما اخسر كل متابعيني. لا 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 ان شاء الله ما انت بخاسر متابعين. كلمهم يا عيال، إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ان شاء الله الحلقة عجبتكم. اكتبوا لي تحت بالكومنتات مين تبغون يكون الضيف الحلقة الجاية من هذه السلسلة. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، شكرا لكم على كل الدعم في الفيديوهات الماضية. خلونا نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي بعد 3 أيام من نزول هذا الفيديو. كان معكم عبد الله، ويلا سلام.